السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محاضرة قصيرة عن الـ for how long مانيتول is safe. مانيتول ده طبعا بنحتاجه في النيورو كريتيكال كير كتير. عين عنده برين إديمة increase intracranial tension، فبنحتاج المانيتول. طيب لما بنبتدي المانيتول سريعا يظهر السؤال، امتى هنبطله؟ امتى هنبطله؟ Is it safe to continue on mannitol for 2-3-4 days ولا it's not safe؟ فده سؤال مهم. طيب الإجابة على هذا السؤال هو السلايد اللي جاي، the osmolar gap. ايه الأوزمولر جاب؟ تعالوا نشوف كده مع بعض ايه الأوزمولر جاب. الأوزمولر جاب دي بتديتكت the presence of unmeasured osmoles. unmeasured osmoles وبت يعني زي ما هنشوف ان احنا عندنا ممكن نكالكوليت الأوزمولاريتي ونميجر ات. الفرق ما بينهم هو ده الأوزمولر جاب هنتكلم عليها دلوقتي. يهمنا ان الدراج يبقى eliminated between doses، ما يبقاش accumulated. الأسبوع الجاي بتكشف الحتة دي، بتقول لنا الدراج ابتدى يبقى accumulated. طيب الأسبوع الجاي أكتر من 15 ل 20 ملي أوزمول باكيوجرام indicates incomplete drug clearance between doses، وده بيعرض العيان ل reverse osmotic shift و nephrotoxicity اللي في الآخر هيقلل الفاعلية بتاعة المانيتول، وكمان ممكن يعمل يساعد على حدوث البرين إديما. طيب يبقى الأوزمولار جاب عبارة عن الميجرد أوزمولاريتي ناقص الكالكوليتد أوزمولاريتي. المفروض إن هو يتعمل تراف. الأوزمولار جاب يتعمل تراف أوزمولار جاب، يعني تراف يعني قبل جرعة الإيه المانيتول. أنا بدي المانيتول كل 8 ساعات، يبقى قبليها بعمل ايه اوزمولار جاب عشان اشوف ادي الجرعه اللي جايه ولا لا. تمام، لو الاوزمولار جاب 10 ادي، 8 ادي، 22 لا، ابتدى يبقى ايه اكيوميليتد. امال هعمل ايه؟ هاجل الجرعه مش هديها، ها، او اشفت لحاجه تانية زي الهايبرتونيك سلام. يبقى إذا الأوزمولار جاب ده حاجة مهمة، إننا بنعرف لمدة قد إيه ممكن نستمر على المانيتول. طيب أنا بدي مانيتول اديته يوم 2 3 4 والأوزمولار جاب كويس ولا نجود؟ نو بروبلم، نو بروبلم. تمام، طيب آدي ال الأوزمولار جاب ده ماشين اللي هو ده الميجرد ايه ها أوزمولاريتي، عبارة عن زي الاي بي جي، عبارة عن السرنجة بحطها جوه هنا يطلع لي ايه نتيجة، يقول لي أوزمولاريتي 340. تمام، طيب يبقى ده التوتال أوزمولاريتي بتاعت السامبل اللي انا بحطها، فيها مانيتول، فيها حاجة تانية، فيها بميجر، هو ملوش دعوة بالكومبوننتس اللي بتشارك في الأوزمولاريتي. الإيكويشن لا، الإيكويشن دي عبارة عن 2 صوديوم زائد جلوكوز بالمليجرام بر ديسيليتر على 18 زائد البلاد يورين نيتروجين على 2.8. يبقى إذا الكالكوليتد أوزمولاريتي هيبريزنت بس التلات مواد دول. لو في أي حاجة غير التلات مواد دول مشاركة في الأوزمولاريتي بالطبيعه مش هتطلع في الايه في الرقم اللي هيطلع لي. يبقى الفرق ما بين الاثنين دول هو ده الأوزمولار جاب، وده اللي بنستخدمه علشان نجاوب على هذا السؤال for how long we can continue on mannitol. والى اللقاء ان شاء الله في محاضره قصيره اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.